اليوم انا تنتفاجئ بان كاينه وقفه ديال واحد نقابه معينه ضد مستشارين وتضامنا مع احد الموظفين اللي هو مدير المقاطعه، فهذا ان دل على شيء فيدل على التدبير ديال مقاطعه سيدي بليوط والهويه اللي غدا بها، بحيث انه ما وقع بين المدير وإذا قالوا بعض المستشارين هو تم داخل لجنة التشغيل، لجنة التعمير والبيئة، وعلى حسب علمي إلا كانت شي معطيات أخرى، حسب علمي أنه بعض المستشارين دخلوا في غياب سيد المدير طلبوا باش يحضر اللجنة لأنه هو اللي يمثل الإدارة، ما يمكنش الأعضاء يجتمعوا داخل اللجنة في غياب الموظفين بوحدهم، ما عندهمش معطيات، ما عندهمش، فنادوا على المدير. لما جاء المدير قال ما ليس له فيه حق انه تتدخل في عمل ديال المستشار ويقول لي علاش جيتي، هذا هو اللي جعل هذا. اذا بطبيعه الحال المستشارين دخلوا ولكن داخل لجنه في اطار قانوني منظم، انه دخلوا كيفاش ان المدير يفوه على احد المستشارين، وهو تسمى بالنسبه لي انا يمس الجميع المستشارين، انه يقول ليه مالك جيتي، علاش جيتي لهذا الاجتماع، هنا في كاين. اذا هبطوا المستشارين عند الرئيسه باش يشتكيوا المدير، هذا اللي وقع، ما وقع حتى شي حاجه. فاذا به نتفاجئ اليوم ان المدير او من معاه تيقلب الموظفين بهذه الوقفه هذه وتيقولوا انها ضد المستشارين، فما كاين حتى شي علاقه. حنا بالنسبه للموظفين نحترمهم جميعا، حنا عندنا علاقات كمستشارين جميعا، تنحترم الموظف والموظف تنخليه دائما خارج السياق ديال الصراع اللي كاين في المقاطعه، ماشي صراع هو من اجل ارجاع الامور الى نصابها. هناك تدبير انفرادي ديال الرئيسه، هناك مشاكل، هناك خروقات جمه، هذا هو اللي كاين، ولكن باش نخلطوا وندخلوا هذه المساله ديال الموظفين فهذا سوف يؤدي بنا الى نتيجه لا تحمد عقباها. انا من هذا المنبر تنقول لكم بان هذا الشيء هذا يجب ان تنتبه له السلطات الامنيه والسلطات ديال العماله والولايه، بان من وراء هذا الوقفه هذا شيء مدبر ولا يمكن أن نقبله كمستشارين. النقابة لها الحق، الموظفين لهم الحق باش يحتجوا على مصالح ديالهم، ولكن باش يكون ضد المستشارين، فإذا إلا مشينا بهذا المنطق نحيدوا هذا الأعضاء ونخليوا الرئيسة مع الموظفين. إذا هذا أنا من هذا المنبر تنقول بأن هذا شيء خطير وهذا منعرج سوف يؤدي بنا إلى نتيجة سوف تكون عقباها وخيمة على مقاطعة سيدي بليوط وعلى مصالح المواطنين بمقاطعة سيدي بليوط.